السؤال الذي سأطرحه على سعادة الدكتورة شادن دياب مستشارة التغير المناخي التي تشرفنا الآن، طبعا بعد أن أهنئها بالعام الجديد وأتمنى لها إن شاء الله عام أحسن من سابقه. السؤال هو يا دكتورة، غضب الطبيعة هذا في 23 هل كان في معظمه مدفوعا بعوامل إنسانية أيضا؟ هل كان في معظمه مدفوعا بالتغير المناخي الذي يظن علماء المناخ أنه بسبب الأنشطة البشرية؟ أولا مساء الخير، أهنئكم وأهنئ شعب مصر بالسنة الجديدة، وأتمنى أن تكون على كل البشرية وعلى الوطن العربي أيضا سنة يعني يحصل فيها يعني القليل من الألم والكثير من الأمل، ونتذكر إخواننا في وما يحصل يعني في البلاد التي يحصل فيها الحروب. نعم، إن المشكلة اليوم هي نفس القضية، الإنسان هو تسبب أيضا في ما يحصل اليوم من آثار الطبيعة، لأن لا شيء يفنى ولكن يتحول، وبالتالي استخدام الإنسان المفرط لموارد الطاقة وأيضا استغلال الموارد البشرية بشكل غير متكافئ يكون له نتيجة واضحة الآن، رغم أنها يمكن أن لا تكون مرئية، كانت في وقت قريب، ولكن الكوارث الطبيعية كما ذكرنا يعني تتسارع بشكل كبير كردة فعل مباشرة لما يحصل من الإفراط في استخدام الوقود الأحفوري، زيادة الانبعاثات الحرارية، العمل أيضا على عدم يعني استهلاك المرشد للطاقة ولنقص المياه، وبالتالي يحدث هناك عدم توازن في الطبيعة، وبالتالي أثار ظاهرة من فيضانات أو جفاف أو ما يحصل الآن من ارتفاع يعني كبير في درجات الحرارة. نعم، بهذا المنطق يا دكتورة شادن أيضا نتيجة حتمية. أنت لست متفائلة بعام 24، لأنه ما يزال ارتفاع درجات حرارة الكوكب ما يزال غير مسيطر عليه، إذن 2024 قد ينذرنا بكوارث مشابهة لما حدث في العام الذي يوشك على الانتهاء. أظن أننا يجب أن نكون أيضا قادرين على التفاؤل بعام ربما تكون هناك الكوارث الطبيعية لا يعني تكون أقل، وبالتالي ولكن إذا لم نعمل على خفض استخدام والانتقال نحو طاقة نظيفة، تخفيف آثار الاحتباس الحراري، للأسف هذه الآثار ستكون أكثر ضراوة، ولكن يعني نأمل أن نتدارك ذلك سريعا لكي نقوم بأن أكون مخطئة في ذلك، ولكن كل الدراسات العلمية تقول أننا إذا استخدمنا في نفس الدرجة باستهلاك الطاقة وباستخدام الموارد البشرية فلن سنصل في عام 2030-2050 إلى مرحلة عدم العودة وندخل مراحل أخرى من الغليان الحراري، وربما تكون هي بداية سيئة للبشرية أيضا. ما الذي يخيفك يا دكتورة شادن على وجه الخصوص؟ الجفاف أم تقلبات المناخ، الأعاصير مثلا، أم الحرائق، أم ماذا؟ يعني ما الذي تحملين همه في العام الجديد؟ أحمل هم أن الإنسان لن يستطيع أن يدرك ما يفعله، ما تقترفه يداه الآن في كل القضايا الإنسانية،
كل القضايا هي متشابكة، قضايا الطبيعة وقضايا أيضا الإنسانية، لا يمكن أن نفصل قضية عن قضية عندما نريد التعامل مع مشاكل أيضا الأرض. هي أيضا بشكل غير مباشر هي كيف يمكن أن نعيش بموارد متكافئة بين البلاد الفقيرة والبلاد الصناعية المتقدمة، كيف نستطيع أن نتجاوز كل مشاكل استخدام الطاقة لتكون طاقة نظيفة، نستطيع أن نقل التكنولوجيا حماية البشرية وبالتالي التخفيف من الصراعات والتخفيف من الحروب، لأننا إذا استمرينا بهذا النحو ستكون هناك أيضا مشاكل أكثر ضراوة وهجرات مناخية داخلية وخارجية للحصول على المياه، للحصول على موارد غذائية، للحصول على فرص أيضا أخرى للعيش عندما لا نستطيع أن نقوم بالزراعة أو استخدام التربة التي لن تكون صالحة لأمورنا المعيشية، وبالتالي سوف يؤثر على أيضا عمليات يعني على الاستقرار والأمن للكثير من الدول. نعم. ما هو تقييمك دكتورة شادن لما تمخضت عنه قمة المناخ العالمية في الإمارات، وخصوصا أنه سوق لمخرجاتها تسويقا حسنا في الحقيقة بأنها حققت اختراقا فيما يتعلق بصندوق جبر الضرر للدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي؟ نعم، هي كانت قمة يعني كانت حصلت على يعني تقدم كبير من ناحية الاعتراف بأننا يجب على كل الدول اليوم الانتقال نحو طاقة نظيفة، الاستثمار في هذه الطاقة النظيفة وإيجاد حلول، لأننا كانت قمة باريس وأيضا ما حصل ما نتجت عليه أيضا من قمة شرم الشيخ العام الماضي أيضا بالاعتراف بالتعويض الخسائر والأضرار، ولكن ذهبنا لقمة الإمارات لوضع هذه النتائج بشكل عملي والتفكير بعملية التمويل. ما هي آلية التمويل؟ من هي الدول المهتمة والتي ستساهم في عملية الدفع؟ كيف يمكن أن نقول بتعريف الأضرار والخسائر ووجود آلية يعني اقتصادية قائمة بذاتها على هذا المفهوم وتتبع القانون البيئي الدولي؟ وبالتالي كان تقدما تاريخيا بالنسبة يعني بالنسبة لهذا الأمر. والاستثمار أيضا إعلانهم يعني هي كانت أيضا مفهوم اقتصادي للاقتصاد الأخضر كيف يجب العمل عليه، وبالتالي كانت قمة ناجحة. سيدتي الكريمة، سأختتم معك بطلب النصح منك لكل مواطن عربي. ما الذي يمكن فعله؟ لأنه أحيانا يسوق للتغير المناخي وللتأثير على البيئة أنه مشكلة المصانع العملاقة والشركات الكبرى والدول الصناعية إلى آخره. هل على الفرد دور يا دكتورة شادن للحفاظ على البيئة، وما هو هذا الدور؟ قدمي له نصحك من فضل. أظن أننا اليوم يعني كمواطن عربي في عاداته اليومية والحياتية يمكن أن نساهم ولو بشكل قليل. التفكير في استخدام الطاقة بشكل يعني وحتى الماء بشكل ترشيد الاستهلاك أنه عند ارتفاع درجات الحرارة العالية أحيانا لا يجب أن نقوم ب
تشغيل المكيف بشكل أوتوماتيكي. البلاستيك ليس استخدامه أيضا بشكل أوتوماتيكي، لأن ذلك بعد ذلك يجب أن نقوم بجمعه وأيضا وإعادة التدوير التي تستهلك طاقة، وبالتالي هي موارد بيئية. يمكن أن أقوم باستخدام عبارة عن قطعة من القماش أخذها معي وأضع فيها دائما عندما أذهب إلى السوق، وبالتالي أقلل من استهلاك البلاستيك والتغليف. عملية أيضا التغليف للمفرط للكثير من الأشياء الموجودة، يعني ألاحظها في الوطن العربي، هذا أيضا أمر يعني يمكن أن نفكر به، أن نقلل من استخدامه، لأنها كلها موارد طبيعية لا شيء يفنى، ولكن يتحول هذه الموارد تأتي من عمليات صناعية تحتاج إلى جهد من أجل إعادة تدويرها، استخدام الطاقة، تلوث البيئة، العمل على زيادة نقوم بالتأقلم مع في المستقبل ربما لن تكون كل المواد الغذائية بشكل متوفر، فربما يحتاج منا أيضا إلى الانتباه إلى التأقلم، التكيف، هي كلمة أيضا صحيح. مهمة جدا ذكرت في قمة المناخ، التكيف مع عالم آخر، عالم ربما تكون فيه القليل من الموارد، ولكن أتمنى أن يكون فيه الكثير من الحب، الكثير من السلام، وأن نستطيع أن نعيش على هذه الأرض، لأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. والله يا دكتورة شادن، الحب والسلام على هذه الأرض ما يستحق الحياة، لا فض فوكي يا سيدتي الدكتورة شادن دياب، مستشارة التغير المناخي.